السلام عليكم، ازاي نعمل الترابزين للسلم او الاستيركيس ويكون زجاج؟ هاجي هنا من الاستير، هبدا ارسم الاستير بتاعي اهوت، اقول له موافق، وبعد كده هاجي على السلم اقل شديد، الغي دوت، وبعد كده هاجي على الجنب دوت اعمل عليه اللي هو السبورت، هيقول لي ده خصائص السبورت، هقول له ايديت تايب واروح معدل في الخصائص بتاعته، او ممكن تعلم على السلم نفسه وتدخل هنا في الايديت تايب، هتلاقي الخصائص بتاعت السبورت، هتقدر تختار سبورت تاني، ممكن تقول له نان، ممكن تقول له اوبن وهكذا. طيب خلينا نيجي هنا وندوس تاب، اعلم على السبورت دوت واقول له ايديت تايب، والتوتال ديبس هخليها 1100 بالشكل دوت، واقول له ابلاي، اعملهم بالشكل دوت. هدخل هنا في الماتيريال، اختار النوع جلاسز، بالشكل دوت، فعملنا زجاج. ممكن تدخل هنا في الايديت تايب، ممكن تغير ممكن تغير السكشن لو انت حابب، تمام. ممكن تقول له انا عايز الستراكشر ديبس اون ران، ممكن بدل ما تخليه ينزل اكتر مثلا تخليه 200 مثلا بالشكل دوت، وهكذا. ممكن الويتس تغير الويتس بتاعه، تمام. فانت ممكن تختار مثلا خرسانه وتخلي الويتس بتاعه اعرض من كده. طيب تعالى نبص كده على السلم. طيب الازاز مش هيمسك، فاحنا عايزين يكون في حاجه تمسك هنا في النص، فاعمل هنا ايديت تايب وادخل هنا، الاقي ان انا عندي ده الرايت سبورت والليفت سبورت والميدل سبورت معمول بنان، اقول له اعمل رايت سبورت، اعمل ميدل سبورت في النص، فاعمل له ميدل سبورت في النص. طيب برضو خلينا ندخل كده على السلم ده، هنا الران تايب بتاعي، ممكن ادخل هنا واعمل منه دوبليكيت، ده الرايزر بتاعي، هقول له ان انا مش عايز رايزر، بحيث يبقى السلم معايا بالشكل دوت، وده المناسب للحاجة اللي هي الزجاج. طيب خلينا برضو بالمرة ندخل نعدل حاجة برضو كمان، هقول له هنا ده التريد بتاعي، ده البروفايل لينث بروفايل، عايزين نغير الماتيريال بتاعته ل حاجة تكون خشب، فاطلع هنا في التريد ماتيريال واقول له هات لي مثلا نوع الخشب دوت، فيظهر معايا سلم الزجاج بشكل دوت.